يطلع مركز الإسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية بدور إنساني بارز يتمثل بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لجميع الحالات المرضية أينما وجدت قبل الوصول بها إلى المستشفيات. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل محمد الرشيدات. الإسعاف الوطني تفضل. أهلا مرحبا أخوي. تفضل أخوي. أخوي مثلا بإسعاف حد ضروري محتاج إسعاف. شو اللي تعاني منه؟ مو قادر أخوي. في أي منطقة أنت؟ أي منطقة؟ أخوي عندي الإسعاف الوطني أخوي. الإسعاف الوطني؟ الإسعاف الوطني أخوي، نعم. إن شاء الله، لحظة. بلاغ ورد إلى غرفة العمليات هنا في مركز الإسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية يفيد بوجود حالة لمصاب يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة قد تنقذه من تفاقم وضعه الصحي. طبعا تم وضع آلية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية والخط الوطني الساخن 3 أربعات، حيث أنه يكون هناك طبيب مناوب على مدار الساعة يقوم بتصنيف الحالات حسب أولويتها، فإن كانت الحالة تستدعي سيارة إسعاف يتم تحويل البلاغ عندنا هني في مركز الإسعاف الوطني ونرسلها الإسعاف على الفور. إن كانت الحالة يعني مستقرة وما يشكل خطر على الشخص يتم نقله عن طريق إدارة النقل بوزارة الداخلية إلى أقرب مستشفى. طبعا إذا احنا تلقينا البلاغ هني وتم تحويل البلاغ إلى مركز الإسعاف الوطني نستجيب حق البلاغ، يقوم متلقي البلاغ بجمع جميع المعلومات اللازمة وإرسال أقرب إسعاف إلى موقع الشخص المصاب أو المريض. في نفس الوقت يقوم متلقي البلاغ طبعا بالتعاون مع الفريق الطبي الموجود في الغرفة بإعطاء جميع الإرشادات اللازمة والمهمة إلى حين وصول سيارة الإسعاف. طبعا إذا كان البلاغ نفسه اللي تلقيناه بلاغ كورونا أو اشتباه كورونا، بعد تسليم الشخص المصاب يتم تعقيم الإسعاف وجميع معداته. إذن نقل رسالة الاستغاثة يتم من هنا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اخوي، عندكم بلاغ انا في الصدر حالة طوارئ. اوكي. الموقع؟ الموقع المنزل 964 اوكي طريق 1422 ايه مجمع 814 مدينة عيسى. ليصل نداء المستغيث إلى أقرب مركز معتمد للإسعاف الوطني يسهل الوصول من خلاله إلى المصاب. مركز تتواجد فيه طواقم الإسعاف الوطني البحرينية المدربة وبما لديها من إمكانات. ومركبة إسعاف متطورة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالة مرضية مهما كان نوعها. فورا تلقينا البلاغ من غرفة عمليات الإسعاف الوطني يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ولبس اللباس الوقائي والتوجه فورا إلى حالة المريض، سواء كانت الحالة إصابة أو يكون مريض، سواء يكون مشتبه به أو مريض عادي. نأخذ إجراءاتنا ونتوجه له ونجهز جميع التجهيزات اللازمة، وفورا وصلنا إلى حالة المريض نقوم بفحص المريض ومعاينة المريض وبلاغ غرفة العمليات لبلاغ أقرب مستشفى من المريض وتوجه فورا إلى المستشفى. مباشرة وسرعة استجابة لمضمون البلاغ وواقع يفرض صورته الجميلة بمهنية أشخاصه وحرصهم على إنقاذ حياة الآخرين
وقتما يتطلب الأمر ذلك. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.